فقليلا ما يغادرونها إلا لابتياع حاجة أو زيارة طبيب. إنهم الأرواديون يعيشون حياة مختلفة مقارنة بباقي السوريين. بالضرورة بنطلع على طرطوس يعني، وإلا احنا أرواد معروفين، الأجور مقبولة ورحلات متوفرة دائما. شكلت صناعة القوارب في جزيرة أرواد عبر الزمن صناعة وحرفة متينة ارتبطت بحياة الإنسان منذ قديم الأزل، ليشتهر الأرواديون بصناعة أصبح الانقراض يهددها لقلة مزاولها. أولادنا ما علمناهم هالمصلحة هيدي، وكلنا نتعلم وروحوا بالبحر بسبب ظروف وروتين عم نعينا منه احنا شوي من سنة 2001 بمنع التراخيص للصيد، والأمور التانية النقل الخشب والأمن تعذب يعني فيها معينات شوي للصناعة، بس الصناعة ما في أجمل منها ولا في أمتن منها في العالم، وإحنا تورثناها عن آبائنا وعن أجدادنا. وامتاز صناعة السفن في أرواد إني الصناعة هذه الوحيدة اليوم في العالم اليدوية وقابلة على الانقراض. إحنا خلقنا فيها وعشنا فيها ورثناها عن أجدادنا. ظويرقنا معروفة بالساحل السوري وباللبناني وبكل الدول الأوروبية بإني بالبحر ما في أقوى منا أبداً معروفة وبتحدى العواصف والأمواج العاتية، ومن حيث الاتزان والجمالية والمتانة وصناعة والأخشاب الموضوعة فيها. والله حسب السرعة حسب الموعد اللي بيعطيك إياه الجو، انت بدك اياه مثلا بشهر 10 شهر 5 شهر 2 بدك اياه بشهر بيعطيك اياه حسب السرعه اللي بدك اياه. غير عابئين ببدائيه الادوات يتقنون عملهم بمحبه وشغف، يصنع حرفيو ارواد قوارب خشبيه ذا عصيتها بين دول البحر المتوسط، ولتشكل اليوم هذه الصناعه علامه فارقه في ملامح بقعه سوريه اسمها طرطوس.